وللوقوف أكثر على ظاهرة تنامي العنف الأسري في العراق تنضم إلينا عبر الخط الهاتفي من بغداد الناشطة الحقوقية تحرير العبيدي. مرحبا بك معنا. أهلا ومرحبا بحضرتك ومرحبا بمشاهدي قناتكم الكرام. حياكم الله. كيف ترين حالة الأسر العراقية في ظل الواقع الاجتماعي والاقتصادي الحالي في البلاد؟ كما هو معروف المجتمع العراقي هو مجتمع إسلامي عشائري مدني، هناك يعني العادات وقيم قوية، ترابط أسري قوي، هذا ما كنا نلاحظه ونشهده قبل عام 2003، لكن بعد الحرب والاحتلال وما تلاها من حالات النزوح والمآت التي مرت على المجتمعات العراقية، نلاحظ هناك تدني كبير في الحفاظ على تماسك الأسرة والحفاظ على العادات والتقاليد والقيم التي كانت موجودة، وهناك ظواهر سلبية كثيرة دخيلة على المجتمع العراقي لم تكن موجودة، لكننا بدأنا نعاني منها من حالات تدني الروابط الأسرية و العنف في التعامل الأسري وظاهرة التعنيف ضد الأبوين أو القتل ما بين الأزواج أو طرد الأبناء أو حتى تعذيب الأبناء، يعني ظواهر غير موجودة بتاتا ودخيلة على المجتمع العراقي. نعم، هل يمكن تصنيف العنف الأسري في العراق على أنه ظاهرة بعد أن تزايدت حالات العنف حتى وصل الحال إلى قتل الابن لوالديه والعكس؟ نعم، أصبحت ظاهرة وظاهرة سلبية وبدأت بالتنامي بشكل غير مسبوق. قبل ممكن أنه قبل سنوات أنه تصير حالات ممكن بين بكم كل كم سنة نسمع عن ظاهرة عنف أسري أو تشريد أو قتل أو ضرب أو تعدي أبناء على والديهم أو تعدي الأب على أبنائه أو حالة قتل، أنه ممكن حالات فردية أو قليلة جدا على مدى عقد من الزمن ما تظهر يمكن حالة أو حالتين، لكن أنه ما بعد عام 2003 لا، شهدنا تنامي هذه الظاهرة بشكل غير مسبوق، وممكن انه حالات غريبة يعني انه غير موجودة وحالات مؤلمة جدا، انه وصل العنف الى حد انه الابناء يقومون برمي ابائهم او قتلهم، رميهم في الشارع او قتلهم او حالة قتل الازواج فيما بينهم او تعذيب الاب لابنائه بشكل وحشي، هذه يعني حالات لاول مرة تظهر. نعم، انقطع الاتصال بالأستاذة تحرير العبيدي، شكرا جزيلا لك على هذه الإفادة.